السلام عليكم أصدقائي، نحن وأوهام فرانسيس بيكون الأربعة. في هذه الحلقة سأتحدث عن هذه الأوهام وعلاقتها بواقعنا العربي الإسلامي. كما نعرف أن فرانسيس بيكون الفيلسوف حذر، اللي هو اللي توفي سنة 1626، هو حذر من هذه الأوهام، وكانت هي نقطة البداية التي من خلالها وضع منهج التجريبي وقواعد المنهج العلمي التي أصبحت هي حجر الأساس لكل ما للنهضة أو حركة التنوير الغربية الحديثة. هذه الأوهام كانت هي لها الدور الكبير عبر التاريخ، تاريخ البشرية بالكامل وعلى اختلاف الشعوب. كانت هي تحرف العلماء والمفكرين والقادة والناس جميعا عن طرق الفهم الصحيحة لما يجري حولهم. فمن خلال هذا الأمر كنا نعاني من صعوبات في الحكم، في اتخاذ الحكم الصحيح والصائب، مما يوقعنا في أخطاء ومغالطات لا أول لها ولا آخر، وهي التي كانت تقف حجر عثرة أمام الناس في طريق تقدمهم وتطوير قدراتهم، وأيضا فهم الواقع من حولهم، فهم أنفسهم، فهم مجتمعهم، وأيضا استيعاب الإمكانات الموجودة في المستقبل عن طريق التجربة والاختبار العلمي الدقيق. هذه المسائل هي ما زلنا نحن نعاني منها جميع البشرية، لكن المجتمعات العربية الإسلامية ما زالت تعاني منها بشدة أكثر من البقية جميعا. ذو سبب هو ارتباطنا القوي بمعتقداتنا الدينية التي عمرها أكثر من 1000 عام. أوهام بيكون الأربعة هي المشهورة، هي نقد من خلال طريقة التفكير العلمية الغير العلمية اللي تفتقد إلى المنهجية والموضوعية. هي هذه الأوهام، هي أوهام الجنس البشري أو وهم القبيلة، وهم الكهف، وأيضا وهم السوق، ووهم المسرح. بيكون لاحظ أن العقلية الإنسانية ترسخت فيها دائما مجموعة من الأفكار والأوهام والتقاليد الفاسدة اللي أبعدتها عن جوهر الصافي ومعدنها الأصيل، وبحيث خلقت فاصل أو حاجز أو مسافة بين الإنسان وبين نفسه. وهذا ما أدى بالإنسان إلى أن يظن أنه يسير على الطريق الصحيح، لكنه في الحقيقة يسير عكس الطريق، هذا الطريق، ومما يوقعه في الأخطاء، وهذه الأخطاء توقعه في أخطاء أخرى وهكذا. والنتيجة أنه هذه الأخطاء مع المجتمع الذي يعيش في هذا الشخص، ومجتمع ككل يعيش دائما في حالة شلل كاملة، شلل في طرق التفكير العلمية الصحيحة. وحتى إذا ظهر بعد بين الناس من يدعو إلى أعمال العقل وأعمال التجربة والبرهان وعدم الدخول في مغالطات منطقية، سوف لن يجد من يسمع له إلا ما ندر. وهذه هي المشكلة الكبيرة في هذه الأوهام، وهي أنا أعتبرها واحدة من الأوهام الكبيرة التي ممكن أن تعتبر وهم خامس يضاف إلى الأوهام الأربعة، لكن هذا له بحث آخر. وهم القبيلة هو هذا الوهم الأساسي الذي أو وهم النوع البشري، هو هذا الوهم يخلي الإنسان دائما يؤمن بأشياء خرافية، يعني خرافات، سحر، أحلام، أساطير، كائنات خرافية، من ضمنها المعتقدات الدينية جنة نار. هذه كلها المعتقدات هي تتحول إلى رذيلة اجتماعية أو جماعية بسبب واضح، وهو أننا نحاول أن نعبر عن أمانينا عبر هذه الأوهام. فعندما نظن بأن هذه الأشياء موجودة فعلاً، وهي بعبارة أو بأخرى هي أمنياتنا، لكننا نحولها أو نسوقها باتجاه منطقة الوعي والتفكير الخاص بنا. أي بمعنى آخر، يعني الخلاصة الوهم أنه إحنا دائما نغلب جانب الذاتي الجانب الذاتي في تفسيرنا للظواهر الطبيعية والأحداث بشكل عام، وتكون النتيجة عبارة عن محاولة العقل أن يفرض ما يشاء على الواقع الموضوع الخارجي، ويحاول أن يتدخل فيه بالطريقة التي يراها مناسبة،
وهو ما يدفع بالكثيرين إلى اتخاذ مواقف ذاتية، بل ويفرضون هذه المواقف الذاتية إذا توفرت لديهم الرغبة والطموح في فرضها على الجميع. هذه المواقف الذاتية هي التي تجعل الإنسان يعيش في يخلق حاجز بينه وبين العالم، لأنه إما أن تكون نتيجة إما أن يصعب عليه فهم هذا العالم أو يرفضه. فعندما لا يحقق العالم ما يطمح له الإنسان أو يتمناه، واللي أصبح جزء من قاعدة أساسية في تفكيره، ممكن نتحدث عنها شوية بوهم الأخير الوهم المسرح، فهذه القاعدة هي راح تكون بعد ذلك إشكالية كبرى بينه وبين العالم، إما رفضا وإما تقبلا. هذه الحالة ممكن نفسر بها أن ممكن نطبقها على المعتقدات الدينية أو المعتقدات السياسية أو أي نوع من أنواع المعتقدات. هذه المعتقدات تجعلك أنه أنت كإنسان تسرع إلى التعميم وإطلاق الأحكام العمومية والأحكام الكلية. لماذا؟ لأنك تتمنى شيئا وتسيطر عليك فكرة معينة، هي ممكن أن تقرأ رأي أو فكر أو شيء معين يعني على فترة زمنية طويلة، أو تمارس عقيدة ما أو دين ما أو فريضة ما، فتدمن على هاي المسألة، بحيث أنك عندما تجد أي شخص يفكر بطريقة مختلفة عنك أو يقول لك أن هذه الأشياء لا معنى لها أو أنها فيها أشكالات كثيرة مثلي أنا في هذه القناة، رأسا أنت ستهاجم هذا الشخص، لأنك ستفسد عليه أمنياته وأوهامها التي تعب عليها كثيرا وأصبحت جزءا لا يتجزأ من قناعاته المسبقة. وهنا يدخل عامل حديث، مفهوم حديث يسمى الانحياز التأكيدي، وهو هذا جزء من هذا، يعني وحدة من المظاهر أو المفاهيم التي تتعلق بهذا الوهم. الوهم الثاني الرئيسي هو وهم الكهف. هو يقصد بأنه إنسان موجود. إحنا في الوهم الأول قلنا أنه إنسان هو وهم النوع، أنه يتمنى أشياء وهذا النوع لديه رغباته وحاجاته، هاي الرغبات تتحول إلى قواعد أساسية بالتفكير، لكن أو أمنيات، هاي الأمنيات تخلق نمط من أنماط التفكير. لكن في الوهم الثاني وهم الكهف، وهم الكهف هو الإطار الذي يولد فيه هذا الإنسان ويعيش، أو هو البيئة التي ينشأ فيها الفرد. أنا عندي حلقة تقول بأنه عن أن الإنسان هو يولد من جنين الأم بعد ويحرم من غذاء المجاني الذي يحصل عليه والحياة الرغيدة في داخل الرحم. عندما يخرج خارج الرحم يحتاج إلى غذاء من نوع مختلف، أولا الغذاء الطبيعي من الصدر الأم بالبداية، بعد ذلك يعتمد على نفس الغذاء، لكنه لن يستطيع استمرار في حياة إن لم يتصل بمشيمة المجتمع. أنا أسمي المجتمع هو مشيمة، المشيمة التي أو المحيط أو البيئة التي يولد فيها هي المشيمة التي يتغذى منها هذا الإنسان فكريا وعقليا وإنسانيا، يعني يتحول من كائن بشري يعني من منتمي للجنس الحيواني إلى كائن أيضا يبقى منتمي للجنس الحيواني والشروط الحيوانية، لكنه يصبح إنسانا بمعنى الكلمة ومع اختلاف درجات الإنسانية حسب تطور هذا الإنسان أو قدراته على تجاوز هذه الأوهام التي هو مضطر إلى أن يقع فيها ويمارسها شاء أم أبى، بسبب أن نحن سبب بسيط، إحنا كائنات اجتماعية أولا وآخر لا نستطيع أن نعيش لوحدنا. وهنا تصبح عملية تبادل داخل هذا الكهف، تصبح عملية تبادل الأفكار أشبه بعملية تبادل السلع والتبادل التجاري في الأسواق، وهذا يخلط يعني يسوي عندنا نوع عندي فكرة أنه هنالك أن الله فكرة مثلها مثل فكرة المال. المال هو عملية تداول بين الناس وعملة مالية، عملة مادية ممكن يتداول الناس فيما بينها أموالهم حاجاتهم وعقاراتهم وأملاكهم وأشياءهم الخاصة، لكن الله هو العملة الروحية التي يتداولها الناس فيما بينهم، ولهذا نجد إله خاص في كل منطقة أو كل بيئة. يعني الهنود منطقة من الهنود لديهم عقيدة معينة، مسلمين شيعة سنة، كل منطقة لها عمليات تبادل تجاري
لكن تجاري روحي وتجاري مادي. الفكرة وين؟ أنه أي فرد يعيش في داخل المجتمع لابد أن يتبادل مع الآخرين الأفكار السائدة في هذا المجتمع. عبر ماذا؟ لا توجد غير وسيلة اللغة غالبا، واللي هي إلى الهيمنة على هذا الموضوع مع عملية التبادل. التبادل كما قلت أنه تبادل المعدني بالأموال، بالورق، بالعملة المعدنية، حتى بالديجيتال الآن، لكن أصبح التبادل بالأفكار هو موجود منذ بداية ظهور، منذ حصول أو توفر إمكانية الكلام لدى الإنسان. هذه عملية التبادل، هذه هي مثل عملية تبادل السلع. إذا كانت عملية التبادل على سلع مزيفة أو سلع شكلية أو سلع أو بضائع غير متقنة، فبالتالي الأفكار هي كذلك يتم تبادلها بطريقة غير متقنة، وهذا يؤدي بالنتيجة إلى مشاكل كثيرة. وكما نعرف أن هذه قضية أساسية، وهذه اللي الأفكار المشكلة هي تتشكل من خلالها العقول وتبنى عليها، وبالتالي يصبح هذا الوعي هو الذي يعتقد الإنسان بأنه هذا الوعي الوحيد الذي يجب عليه أن يعمل من خلاله. هو لا يشعر أنه يتحول هذا الوعي لدى الإنسان إلى مسألة أساسية في تفكيره، لكنه ويستعمل الأفكار الموجودة في مسرح هذا الوعي. فبالتالي هذا السوق، وهم السوق، هو وهم المسرح أو النوع ما نوع المسرح، بعد ذلك راح أتحدث عن المسرح بشكل آخر، لكن هذا الوعي يتكون، ومن خلال مكونات هذا الوعي هي أفكار، وهذه الأفكار هي أفكار مزيفة. بالتالي وتجد يعني منطقها الخاص، وبالضرورة هذا المنطق ليس صحيحا، لكن هو منطقيا صحيح. يعني لابد أن نفرق بين المنطق الواقعي والمنطق اللي المجرد. ممكن أن نسوي عملية منطقية مضبوطة 100%، لكنها لا يمكن أن توجد في واقع الحياة في مهما كانت الأحوال. فبالتالي هذا الوعي وطرق تفاعل الأفكار فيما بينها وبين وعي هذا الإنسان ووعي الآخر راح يسبب إشكالات كثيرة، وراح أتحدث عن مسألة الوعي بالنسبة إلى عند نيتشه في حلقة منفصلة، راح تكون توسيع كبير، يعني راح نتوسع بهذه المسألة بشكل أكثر تفصيلا. الخلاصة أن لدينا أفكار كثيرة لا تخضع للفحص ولا للنقد ولا للتحليل المنطقي، وأيضا هي تتسم دائما بطابعها غير واقعي وغير محدد. وهناك من يتحدث لك عن المبادئ والقيم وأنه هذه مسألة لا تقبل الجدل، لكنه لا يستطيع فحصها بدقة أو لا يفكر أو يعتبرها مسألة محسومة ومسلم بها. ومسألة التسليم بشيء معين هو أيضا طبيعة. أنا عندي هنا من النظريات تقول بأنه الإنسان متعود على الاستناد على مركز ما ينطلق من خلاله في التفكير، فبالتالي لابد أن يجد منطلق للتفكير، فكرة ما أو تصور ما وينطلق من عنده، وبالضرورة هو وحظه يطلع تصور ماله صحيح أو تصور مزيف لهذا نقطة الانطلاق أو نقطة الشروع. فهو بعد بس غالبا تكون نقطة انطلاق فيها إشكالات كثيرة، لكن يتم تجاوزها لأنه لا بد أن تنطلق. لا يستطيع إنسان أن يبقى ثابتا في مكانه، وإلا يعتبر كائنا ميتا. درجة الموت هي درجة أنه أنت لا تتحرك، لا تنطلق، لا تقوم بفعل. كل الإنسان منذ لحظة ولادته إلى موته، منذ لحظة تكونه داخل الجنين داخل الرحم إلى أن يموت، هو كائن يجب أن يفعل شيئا ما دائما. هذه مسألة أساسية. الكائن الذي لا يفعل شيئا بالمطلق هو كائن ميت وغير موجود في ما بيننا. من خلال وهم الكهف اللغة تفقد قيمتها وتفقد أهميتها أو اعتبارها وسيلة لتبادل الأفكار الصحيحة والمعلومات الصحيحة والتصرفات الصحيحة، لأنها تفتقد إلى الصحة العلمية، فبالتالي تفقد اللغة قيمتها ودقتها، وهذا يؤدي إلى إشكالات لا أول لها ولا آخر. وإذا لاحظنا بأن معظم المشاكل البشرية هي سببها المس أندرستاند، يعني أنه عدم فهم مقاصد الآخرين، وهذه مشكلة كبيرة وهائلة جدا. بعض الناس تفقد حياتها بسبب سوء فهم. يعني
كما حدث حكايات في تاريخ العربي الإسلامي أنه مجرد قال له روح ريحهم فلان راح قتلهم. فهو الجندي مال خالد بن وليد قال له كما يقال الرواية طبعا، فهو راح قتلهم ريحهم، لأنه ما هذا مش أندرستاند يعني، ما فهم الفكرة، اعتبر أنه ريحهم هذول الأسرى راح قتله 50-70 واحد بسبب كلمة سوء فهم. فتخيلوا، وأيضا سوء فهم بعض الأحيان سبب حروب هائلة سقطت فيها الملايين. وكما نعرف أن إشارة بيكون متأصلة في ثقافتنا الدارجة والعامة، وهي تتسم بأنها ثقافة غير علمية، أي أنها تفتقر إلى اللغة المفحوصة جيدا والتي تتسم بالدقة. لهذا السبب نجد أن كثير من مفاهيم المتداولة فيما بيننا والتي نعتقد بأنها دقيقة هي مفاهيم غير دقيقة وغير صحيحة. منها مفاهيم الدين، لا نعرف ما هو الدين، اسأل أي شخص ما هو تعريف الدين الأساسي، يعني تعريف كثيرة، ما هو تعريف حتى الإسلام مثلا، ما هو الإيمان، ما هي الصلاة، ما هو لماذا، ما هي الفرائض، لماذا هي فرائض، ما هو الوطن، مفهوم الوطن، مفهوم الدولة، مفهوم السلطة. هذه العبارات متكررة فيما بيننا دون أن نشعر بأهمية معرفتها بدقة قبل استعمالها. فأنت بالضبط تستعمل أدوات للفهم وللتواصل فيما بيننا كبشر، لكنك لم تفحص هذه الأدوات بشكل دقيق لكي تعرف بعد ذلك أنها وصلت إلى الآخر بالطريقة الصحيحة، أو أنك استلمتها من الآخرين بطريقة صحيحة. فهذه العملية بأكملها تحولت فيها مجتمعاتنا إلى مجتمعات سمعية، الأفكار تتداول فيها بطريقة شفاهية ليس عن طريق القراءة أو البحث. وعزز هذا أكثر أنه نسبة الأمية الشائعة العالية بيناتنا، الأمية الثقافية والأمية الكتابية أيضا ليس، وهذه أيضا ثقافتنا الدينية التي تمنع الإنسان من أعمال العقل، والتي لا تفضل أعمال العقل إنما تفضل أعمال اللاعقل أو السمع والطاعة بالتعبير الديني. هذا طبعا ما يقتصر بس على شريحة الناس العاديين أو الناس اللي عندهم مستوى تعليم متوسط أو أدنى من المتوسط، لما أيضا يشمل المستويات الأعلى من هؤلاء، وهؤلاء أيضا يعانون من أمية ثقافية، وهؤلاء يتوقفون عن الدراسة والوعي والتطور بعد أن يعملوا، بعد أن ينالوا شهاداتهم أو فترة تدريسهم الأساسية، وحتى يعني أساسية حتى في حالة وصولهم إلى درجة جامعية. النتيجة النهائية لهذا الوهم هو وهم أنهم جميع يشاركون في عملية محادثات لا نهاية لها، ولا يؤدي سوى إلى خلافات كثيرة جدا، أيضا إلى انتشار سوء فهم بين الجميع، أيضا انبهار البعض بالألفاظ والكلمات الضخمة، وبالنتيجة يدعي الجميع بأنهم يفهمون ما يقال، لكنهم بالحقيقة يبدو أنهم لا يفهمون ما يقال، إنما يتحدثون وفق الناس، يعني وفق الخطاب السائد يسايرونه، لكي لا يشعرون الآخرين بأنهم لا يفهمون دقائق الأمور أو معاني الكلمات والمفاهيم المتداولة. والآن مع الوهم الرابع، وهو وهم المسرح. هذا الوهم يتولد نتيجة اعتناق الإنسان لكثير من المذاهب الفلسفية والدينية أو المعرفية التي مرت فيه في حياته في أثناء نشأته. هذه المذاهب تبناها الإنسان وأصبحت تشكل جزء أساسي من نمط تفكيره وطرق تفكيره، بالتالي هو غير مخير في عدم استخدامها وبناء تصوراته وأحكامه حول جميع القضايا التي يمر بها أو تحدث معه. ومن أبرز هذه الأشياء مثلا أنه هذا الشخص عندما يقرأ كتاب أو يقرأ مذهب معين ويعتنق هذا المذهب ويؤمن بصحة ما جاء به فلان أو علان من المفكرين أو من الأنبياء أو من الفقهاء أو من الأدباء، فيعتمد هذا، يعتبر هذا بالنسبة إلى نموذج صالح لأن يحتذى أو يقتدى به.
وبالطبع هذه عملية اقتداء تتطلب أن يغض الطرف أو النظر عن كل ما هو غير صحيح مما قام به هذا الشخص، ولا أنه لا حتى أيضا لا يشعر بفرق الزمني، فرق التجربة، فرق الشخصية، فرق الرغبات، إنما بالنسبة له هذا يصبح هو النموذج الذي يقتدي به ويحاول قدر الإمكان الخروج من ذاته هذا الإنسان لكي يتشبه بهذا النموذج العظيم بالنسبة لي. وهذا موجود بمجتمعاتنا طبعا، بعضنا يتشبه بالقيادة السياسي ويعتبره بطل، بطل الأمة، بطل اللعبة، خاصة المراهقين والشباب، أنتم نموذج لاعب رياضي مثلا، مغني، مطرب، البنات أيضا يجبون بالمطرب، هذه كلها. وأيضا الشكل العام الأكثر العلاقة بالسلطة يؤمنون بشيخ وإمام وفقيه أو يعبدون نبي أو يقتدون بنبي، وهذا جزء رئيسي من ثقافتنا هو الاقتداء بما فعله الرسول في كل شيء وتحويل كل ما فعله إلى شريعة قام على أساسها الدين الإسلامي. فهذا بالتأكيد هذا يعني هاي العملية تتطلب أن تغض النظر عن أي أخطاء أو أن أي أشياء لا تتأقلم مع الواقع الذي نعيش فيه، لكنه يقول لك هذا كل شيء صحيح، لأنه هو ما دام هؤلاء فعلوا هذا الشيء فإذن هو صحيح، ولا بد أن نراهن على هذه المسألة، وإلا فنحن لن نقتدي بأحد، نحن بحاجة إلى الاقتداء بأحدهم. وهذه هي النظرية التثبيت عندي أيضا، نفس الفكرة أنه الإنسان يحتاج دائما إلى نقطة بداية، نقطة الشروع كما قلت، فهو يعني يعتبر ما قامت به شخصية معينة هو نقطة ارتكاز أساسية، ومن خلاله يقدر يبني كل أفكاره عبر أفكار هذه النقطة وما ولدته وما مرت به وما جربته. فيعتبر ما جربه هذا النموذج بالنسبة له هو النموذج الصالح للاقتداء وللسير وفق تعليماته. مثلا أكو مثل مشهور مثل جاليليو عندما قال أنه الأجسام التي تسقط بسرعة واحدة مهما كان يعني، فقام بتجربة أمام العشرات من العلماء المتخصصين بالجامعة ورمى شيء من برج عالي، برج بيزا أعتقد، ورمى حاجة وزنها رطل والأخرى وزنها 10 أرطال، اثنينهم قال راح يوصلون بنفس السرعة، وهاي سواها بالتجربة يعني أمام الناس، وفعلا حدث ما قال، لكن جميع هؤلاء مشاهدين كذبوا عيونهم وصدقوا ما قاله أرسطو. فتخيلوا أنه هذا الاقتداء بأرسطو كيف يجعل الإنسان يتوهم هذا الوهم الذي يسميه وهم المسرح. وهذا طبعا هذا مثال ممكن أدى ممكن 10,000 مثال يضرب على مشابه، وهو أصبح جزء رئيسي من سلوكنا، وهذا جزء الكبير اللي احنا نعاني من عنده. احنا ناس نحاول أن نفكر ونحلل ونفكك الأفكار، فنعاني كثيرا من رفع هذه يعني هذا الغبار على الأفكار الجاهزة الموجودة الموروثة داخل الوعي البشري ووعي الأفراد. فبالتالي هو لا يستطيع أن يستوعبك ماذا تقول. البعض أنا قرأت تعليقات تقول عن ماذا تتحدث، وليس خارج يعني كأنما أنا أتحدث في منطقة في عالم مختلف تماما. فهذا يعزز فكرة بأنه هذا وهم المسرح داخل هذا الإنسان واصل إلى الحد الذي يعجز فيه عن تقبل أو استيعاب أو فهم أو استعداد لفهم ما يجري حوله بأي شيء مختلف عنه. فهذا نوع من الاستلاب الكامل للإنسان بسبب وهم المسرع، وهذا مشكلة خطيرة جدا طبعا. هذا هو اللي يخلينا الآن متخلفين، لا نفكر بالمستقبل، دائما عندنا حنين للعودة للماضي، لأن ما دام عندك نموذج تقتدي به فهذا نموذج فعل أشياءه كلها في الماضي في مسألة تم حسمه، لكن الحاضر يتغير يوميا، الحاضر في حالة ولادة مستمرة ومتسارعة، ليس لم يحدث بسرعة، لم يحدث مثلها عبر التاريخ. فأنت كيف تعود للماضي؟ لكنه شنو الإنسان يختار هذا الطريق السهل لأنه يحتاج إلى نقطة ارتكاز، فلكان اعتمد على المسائل غير واضحة وغير دقيقة
وغير مؤكدة، وربما تؤدي إلى التهلكة النفسية والحياتية والمستقبلية وحتى الأخروية. فبالتالي أنا لست دعني وشأني، دعني وأنا أعيش في هذا المستنقع مهما كانت مساوئة مهما كانت سيئاته، أنا أبقى في هذا المستنقع الذي أنا فيه أفضل لي من أن أخرج وأعرض نفسي إلى مخاطر أنا في غنى عنها. المخاطر التي أنا فيها أعرفها جيدا وتحملتها وتعودت عليها، حتى السيء الذي لدينا أصبح معتادا بالنسبة لي، ولست على استعداد للمغامرة بقضايا أخرى. وهذه المغامرة أيضا لا، حتى إذا أنا خضتها فسأخسر الأكثر، لأن المحيط الذي حولي اللي يرفض المغامرة بشكل عام، فأنا أنا منساق معهم كليا. الأمر الحل المسألة هذه وهم المسرح، وأنه هنالك السلطة تشجع الناس على التغيير وعلى أنه يعيدون التفكير تنظيم أفكارهم وأن يكونون أكثر جرأة على صناعة المستقبل وصناعة مستقبلهم وصناعة آراءهم الخاصة. لكن هذا الأمر لا تفعله الحكومات خاصة العربية والإسلامية، لأنها تدخل نفسها أيضا هي في ورطة كبيرة، وربما تخسر سطوتها على الناس، لأنها فتحت أعينهم على المستقبل. وأيضا الخطورة الأكبر أنه تقول لك أنا صحيح أنا أطور هذا المجتمع وأجعله يخرج من الماضي ويبني مستقبله وفقا لقواعد المنهج العلمي اللي وضعها أيضا هو فرانسيس بيكون. فأنا هذا كلها يحتاج مصاريف، يحتاج جهد، يحتاج عمل، يحتاج قدرات هائلة، شغل على مدى عشرات السنين. لن توجد دولة أو حكومة تستطيع أن تقوم بهذه المهمة. بالتالي يقول لك دعنا دعهم يتملطخون في وحل الماضي، وأفضل لنا من أن ندخل نفسنا في تفاصيل ومخاطر لا لسنا في نحن في غنى عنها.